اخطاء كي وسكوات. طبعا هنلاقي الفريق كله من ناحية اللغة ضايع جدا، وده اللي مخليه مشتت على المسرح ومتوتر. يعني لو حد درس في اللعبة دي هيفهم اللي حول التوتر ده هي أكتر حاجة مدمرة العضل. بالك بقى لو عرض مهم واللعيب عارف ان الغلطة فيه فورة، يعني خلاص فيبقى اللعيب مشتت من حوار اللغة اللي هو مش واثق بالوضع اللي هو بيعمله اللي هو ممكن يغلط فيه. فيعني يا ريت المجموعة كلها هو الفريق كله إن شاء الله، يعني أول إن شاء الله. هذا اللي أنا شايفه بصراحة إمبابي، فياريت يعني إمبابي في دبي كان يختلف خالص إيه عن الوضع الحالي. يعني الفريق كله بإذن الله كله أول بإذن الله، إن شاء الله نقوم بحاجة جامدة جدا في العرض ده. هما أفضل من كل موجودين كل واحد في الفئة بتاعته، ولكن في العرض الجماعي كله فيه تشتت وفيه توقع. أنا مش عايز أقول الفريق ممكن يخسر ولا الكلام ده، بس إيه يريد فريق أو إدارة السكواد تهتم بحوار اللغة عشان اللعيب يبقى واثق من العرض اللي بيعمله، ميبقاش مشتت مش خايف عايز يعمل ايه ولا خايف يعمل حركة غلط ولا الكلام ده. واكبر وجع في الكلام ده الطبقة دي هو سيدريك ماكيولا، لانه يعني كان يظهر بشكل مهيمن على المسرح بحيث يهيمن على كل الحضور بالمسرح اللاعبين وبالحكام وغيره، عشان كان بيعمل كل حاجة لوحدها وبهدوء وتفاهم بعقلية من غير لا هجام ولا توتر وواثق من اللي بيعمله. بمعنى الكلمة أما الفريق كله ضايع في الحوار ده في العرض الجماعي، أرجو من إدارة السكواد أن تحل هذه المشكلة لعدم على ان الفريق قدم عرض موثوق تماما جدا. فريق المشكلة دي تحل سريعا وفي الجاي الجاية الليلة. بصينا لسيدريك ماكميلون كل وضع بيعمله بهدوء ما بيتهزش مفيش حركة غلط، يعني كل حاجة بيعملها بمزاج اللي بيخليه واثق من نفسه جدا وبيهيمن على كل الحضور بالمسرح بالحكام. فياريت إدارة الفريق تسعى وتبذل كل جهدها أن تجعل الفريق كامل في حالة موثوق بها بيهيمن تهيمن على المسرح. أخيرا وليس أخيرا أتمنى للجميع الموافقة، إن شاء الله كله يطلع أول وكله ينجح إن شاء الله، ورب يقول أنت معانا.